حل المشكلة دي ازاي من خلال علم الطب النفسي؟ هو أنا بس عايزة ألفت الانتباه للجانب المشترك في القضيتين اللي هو استعمال الإنترنت في التغيير بالضحايا. إن في الضحية الأولى لما المدرس أو من يدعي إن هو مدرس بيستغل الإنترنت في إن هو يمارس الجنس مع ضحايا من الطلبة، والقصة الأخرى لما إن هما بيعلنوا عن وظيفة وهمية ويبتدوا يصوروا الضحايا عن طريق الإنترنت. استعمال الإنترنت في القضايا اللي شبه دي بقى منتشر جدا، وغياب الرقابة من الأصل هو أساس القضايا دي. الرقابة العائلية مهمة يعني. الرقابة العائلية، لأن إحنا دلوقتي بنشوف الهواتف الحديثة موجودة مع الأطفال في سن صغير جدا، وده بيتيح استعمال الإنترنت بعيدا عن الرقابة، غير جهاز الكمبيوتر اللي كان موجود قبل كده في الصالة. فده بيساهم قوي في ان الجاني بيعرف يوصل للضحايا بسهوله. قبل ما نتكلم على ازاي ان الاهل بيخافوا يبلغوا، انا عايزه اتكلم عن تواجد الاهل اصلا. هما الاهل فين علشان كل ده يحصل، وبعد كده نتكلم ان هما خايفين يبلغوا. يعني الخوف من الفضيحة، هيقول لك أنا أحط اسم بنتي في قضية من هذا النوع، انا خلاص افهم، اللي حصل انا حصل، افهم الخوف من إنما ده ما يبقاش موجود في محضر، يتحول لنيابة، يتحول لمحكمة، يبقى في إيد المحامين، يبقى وثيقة ضد بنتي. إزاي نغير مفاهيم الناس إنه أنت ضحية، والفضيحة هي إن أنا أساعد الذئب إنه يفلت من الحساب. انا هغير مفاهيم الناس لما احميهم. اللي حضرتك بتحكيه ده هو نفس احساس ضحيه التحرش، او نفس احساس ضحيه الاغتصاب، ان هي تبقى قلقانه جدا ان ده ياثر على مستقبلها، او انها تتفضح في مكان عملها او في مكان سكنها. لكن انا لو حميت الاهل من الفضيحه، وان انا وعدتهم ان اللي هم بيقولوه ده هيبقى في طي كتمان، ان هي صورتها مش هتطلع في الجرايد او في التلفزيون او ايا كان، انا اعتقد ان ده هيديهم غطاء اكبر ان هم يحكوا عن اللي حصل بالتفصيل ويبلغوا بسرعه. ودي اهم حاجه، ان احنا بدل ما طيب تبقى ضحيه واحده تبقى مجموعه ضحايا. طيب انا بتوجه لحضرتك بالشكر. سيادة اللواء، في تعليق اخير تاني وتالت، ما يهمش، نسمع النصائح تاني التي يمكن ان تقدمها للعائلات في التعامل مع الانترنت. سمعة عائلات تتحطم، في عائلات بتنكسر وتتحطم بسبب هذه القضايا. تاني ما يهمش نقول النصائح تاني. والله والله يا قلبي، انا عايز مثلا يعني احنا، انا مش معقول ما اقول مثلا ان احنا يعني ما نقربش ناحيه الكلام ده. ما هي الانترنت هي التكنولوجيا برضو، والتكنولوجيا المفروض ان انا كبلد متطوره احاكي الدول المتقدمه. مش هينفع ما استخدمهاش يعني، احاكي الدول المتقدمه، بس انا يبقى عندي شيء من الحذر. انا مش كل واحد ماسك جهاز حاسب الي يبقى بيعرف في الانترنت. يعني الانترنت ده يعني حاجه في منتهى الخطور. انت قاعد قدام الانترنت، انت مكشوف قدام الدنيا كلها. الاد الصداقات اللي هي موجوده على الفيسبوك والكلام ده، انا بدخل لك، بدخل اخد كل اصحابك وكل صورك وكل الافراد العائله. طالما دخلت عندك في الجهاز بتاعك. في منتهى الحذر بقى، انا ما احطش لا صور ولا احط فيديوهات ولا احط الكلام ده. ما قلنا قبل كده ان احنا نجيب اكسترنال هارد خارجي، احط عليه كل الحاجه بتاعتي، وقت ما اجي اتفرج عليه على ما يبقاش فيه وصلات انترنت خالص. نمره 2، اي اعلانات، لان اليومين دول يعني حتى وصلات الانترنت يمكن لاي شخص ان ياخد هذه الصور بطرق ما. يعني يا فندم، طالما دخل اخترق حسابك بيدخل على الملفات الخاصه كلها، بيدخل على جميع الملفات، مش لازم يدخل على التواصل الاجتماعي بس، على الفيسبوك ولا تويتر ولا الكلام ده. والناس تبقى حاطه صور لنفسها في افراح وفي اعياد ميلاد وفي اعداد خاصه. هو طالما خد الصوره هو بيلعب باللي هو عايزه. الصوره هي المكمن الخطر كله، يركب صور ويبتدي يبتز والكلام ده كله. وبعدين اللي بيعمل الكلام ده كله ما هو عارف تقاليدنا وعارف طبعنا وعارف ان احنا بنخاف على سمعتنا وعائلاتنا والكلام ده. فلو طلب فلوس من العائلات الناس بتدفع. يعني عمل الكلام ده مع حد من اجانب، محدش هيهمه. يعني اول نصيحه بلاش صور على الانترنت. تاني نصيحه، الملفات الداخليه حضرتك كلها تتحط على اكسترنال هارد ويتحفظ خارج الجهاز خالص تماما، مفيش اي البروفايلات والكلام ده كله.
الصور اللي عليها احط صوره اي حاجه، اي حاجه غير الصوره الشخصيه. نمره اتنين، انا جميع المواقع اللي هي بتعلن عن الوظائف والكلام ده انا لازم اتاكد بنفسي واروح واتاكد تليفونيا ان في موقع للوزاره والموقع بتاعكم بيقول كذا كذا، نعمل ايه يا جماعه؟ لان النصاب بيجمع معلومات حقيقيه، يعني لدرجه ان هي بيقول له المضيفات طيب تحب تيجي صاله اتنين في المطار عند الدكتوره فلانة فلانيه ولا المسافه بعيده عليكي ممكن يبقى في كشف اونلاين؟ فهي تفضل الكشف الاونلاين، تقول انا لسه هخبط المشوار. اتصلت معاه وقفلت معاه واتصلت بصاله اتنين، لقيت في صاله اتنين في دكتوره اسمها فلانة فلانيه فعلا حقيقي، فبكمل الكشف الطبي. ده من الواضح انه يعني بيجيب معلومات حقيقيه، يعني فدي خارج سلطه وزاره الطيران خالص، ولا ان وزير الطيران مثلا سيد وزير الطيران يدور ان في حد عنده من العمال، ولا لا، ده اي حد بيعمل الكلام ده. 80% 80% من جرائم الانترنت تقع على عاتق مستخدم الجهاز، وانا بسيب الفرصه بقى ل 20% الباقيين ان حد يضحك عليا ويساومني ويطلب مني الكلام ده كله. لكن طيب، مستخدم الجهاز يبقى في حذر، في وعي من اولياء الامور. يعني الولد اللي عامل بتاع المضيفات ده من بلد ارياف، يعني بلد معقول يا جماعه؟ بلد ده يضحك على كل العائلات ده ويتلاعب باحلام البنات ويحطم سمعه العائلات. انا بقى فين المؤهلات العليا بقى، وفين الناس المتعلمين، وفين وامها واقفه جنبها وهي بتقلع؟ يعني ده طب اعمل نعمل احنا ده تاني. يعمل الاعلان بتاع مصر مضيفات من اللي انتوا شايفينه على الشاشه ويضحك على بنات وعلى عائلات ويتلاعب بسمعتهن بالشكل اللي احنا شفناه ده؟ يعني انا يعني وفي غيبه اهله كمان، يعني انا مش عايز اقول لحضرتك، واحنا الضباط ساده الضباط بيقبضوا عليه مثلا في بلده، امه مسكته لطشته بالاقلام. يعني هي هو ازاي تعمل كده يا ولد وبتاع؟ اه مسميها جينيوس، هي مسميها، هو مفهمها ان الكمبيوتر ده بالنسبه له طبعا، يعني واخد بال حضرتك؟ ف يعني هو في غيبه عن اهله، وفي هو عايش مع نفسه كده، بيكسب مع نفسه وعايش، والضحايا موجودين، ده عامل مؤسسه بينه وبين نفسه كده، يقفل على نفسه اوضته ويشتغل. طبعا طبعا يلبي رغبات جنسيه وماديه، والضحايا خايفين، شعب او طبيعه ناس ان هي بتخاف على سمعتها وعلى طيب. بيفضل ان هو يدفع اقرب من انه يروح يبلغ، او اقرب من انه هو يتعرف حصل له ايه. ده انا بقول لحضرتك بعد ما قبضنا عليه بنتحايل على الناس تيجي تبلغ. طب ينفع الكلام ده؟ الى الضحايا اذهبوا للابلاغ حتى لا تكافئوا الذئب البشري اللي تلاعب باحلام بناتكم وحاول تحطيم سمعتكم. يعني اذهبوا للابلاغ حتى لا نكافئ الذئاب البشري. اعتقد انه ربما يستجيب البعض، لان ده الفضيحه مش في انك تبلغ، الفضيحه في انك تتستر على ذئب بشري وتخفيه، واللي يجيب حق بنتك هو انه ده يعاقب، واللي يجيب حق المجتمع كمان. سيادة اللواء بتوجه لحضرتك بالشكر، الف شكر حبيبي. هاخد منك تعليق اخير. اما يعني تلاقي مدرس بيكلمك كده انت اتصدمتي؟ انا غريب تيتشر يقولي كده، لما مثلا يقولي لو تاخدي دروس عندي خدتيش هاخد صورك وهعمل بيها كذا كذا. غريب، ابتزاز كده بدأ يدخل فيه. انت على طول اول ما تلاقي حاجات لا اخلاقيه كده على طول تقولي لبابا وماما. وده الحال اللي احنا بنقوله للناس كمان. طب انت هنا يعني بتسيبي ولا عامله اشراف على، يعني بتسيبي حبيبه مع النت عايشه في عالمها الخاص؟ هم طبعا بيدخلوا عليه كتير جدا، بس طبعا احنا كلنا مع بعض طول الوقت. و يعني هنا سيادة اللواء بيكلمني عن الاشراف العائلي والطبيبه النفسيه. مهم جدا، مهم جدا، واحنا فعلا لحقنا الموضوع في الاول، لان حبيبه كمان اتصرفت صح وبثقه جامده في نفسها. فهو طبعا معظم زمايلها لو كانوا معدين كفايه لحاجه زي كده ما كانتش المشكله هتبقى كبيره. في زميلات ليكي كلموكي في الموضوع ده قالوا لك المدرس بيبعت لنا حاجات وحشه؟ هو مش واحد بس، هو
مش التيتشر بتاعي بس هو اللي عمل كده، في كذا حد كان حد يعني تاني بيبعت لهم كده يعني، بس انتوا مع بعض بتتكلموا في ده، انه في حد بيبعت لكم حاجات وحشة على النت. انا قلت كده لما قلت لماما، وبعد كده لما قالوا لي بقى ان حصل كده، وبعد كده رحت قلت لماما. بس طيب علينا ان ننتبه هنا استاذ عم، يعني ان حد انتحل صفتك وعمل كل ده وانت يعني حتى ما خدتش حقك والمدرسة عاقبتك. طب تمام هنا سمعتك تلوثت، تمام الناس بتتعامل معاك بحذر، ولا الناس ممكن تقول لك احنا عارفين انه لا، صح ولا هما غلط؟ اولياء الامور البيرنت في نادي الرحاب عارفين كابتن عمرو مين وسمعته ايه في النادي. انا بقالي في نادي الرحاب مثلا 6 سنين، فطبعا انا فوجئت بالموقف اللي خدته المدرسه ضدي. خلاص احنا بنناشدهم بس نشوف طفل تاني من الضحايا، يعني مش هنقول اسمه. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله. قول لي بقى، اللي انتحل صفة المدرس بتاعك ده كان بيعمل ايه؟ بيكلمك ازاي؟ بيعمل الشات معاك ازاي؟ كان بيكلمني على اساس ان هو المستر بتاعي وعايز يديني درس، وبيحكي لي قصة ان هو راح في درس وعمل حاجات مش كويسة. راح في درس وعمل حاجات مش كويسة. ماشي، اتفضل بابا. طبعا انا يعني الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ وائل، انا طبعا اسف، انا مش عايز طبعا الاطفال، لكن طيب تمام، انا عايز اوعي الناس. مفيش مشاكل، هو طبعا زي ما نور بلغ حضرتك. تمام، سوري. تمام، هو تمام، مدرس الدراسات في مدرسة. تمام، حاول ان هو يستدرجه ان هو بدأ يحكي له. تمام، ان هو راح يدي درس لولد في المدرسة ولقى ان هو لابس لبس حريمي. تمام، وان هو عمل حاجات معاه غير مشروعة. بيكتب له ده هنا منتحل؟ بيكتب له تمام الكلام ده. وبعدين انا تمام بعمل رقابه عليه وبتابع الاكونت بتاعه باستمرار. دخلت بعد كده اهوت وبدات اكلم المدرس ده اهوت علشان احاول ان انا استدرجه. تمام، وعملت ان انا ابني. يعني بدات تجاريه في الكلام؟ بدات اجاريه الكلام. لقيت ايه بقى؟ لقيت ان هو تمام بيحاول ان هو بيقول له طب انت عايز درس، طب انا هطلعك الاول. تمام، طب اجي لك البيت، حاجات من هذا القبيل. فطبعا تمام، طب انت موافق ولا مش موافق؟ تمام، فقلت له طب نتكلم وقت تاني يا مستر، وحاولت ان انا ايه اهرب من الموضوع. فقال لي لا، انت لازم ترد عليا تقول لي انت موافق ولا مش موافق، عشان انت لو ما ردتش عليا انا همسحك. فطبعا انا عشان عارف ان هو ممكن ان هو يقفل الاكونت او يمسح ابني. تمام، فعملت برنت سكرين للحوار كله، للشات كله. تمام، وبعدها بيوم توجهت لمباحث الانترنت في وزاره الداخليه، وانا طيب. بشكرهم جدا جدا. بس انت بلغت، هم بيقولوا ما حدش عاوز يبلغ. والله يعني هي الناس طبعا بتخاف من الفضيحه. تمام، لكن طبعا احنا عايزين نطهر مجتمعنا من. لا يعني انت من الناس اللي بلغوا ولا انت مش عاوز تبلغ؟ انا لا، انا من الناس اللي بلغت. اللي بلغت، لان هو الحقيقه انا من الناس اللي بلغت. نشوف صوره الذئب البشري بتاع قضيه المدرسه النشء الاطفال اهو. هل يا جماعه نساعد ده انه يفلت من الحساب والمساءله؟ انا مش فاهم اولياء الامور اللي مش عاوزين يبلغوا. طبعا عدد الضحايا كبير، لكن من الواضح انه انت والدكتوره دعاء فقط اللي بلغته يعني. لا، هو اللي انا عرفته ان في حوالي اربعه او خمسه من عقيد في الداخليه. تمام، هناك خمسه تقريبا اللي عملوا بلاغات في الموضوع بتاعنا ده. هو
طيب هنا بقى ابنك اتفهمت معاه ازاي عشان تفهمه؟ لانه بالتاكيد ده ممكن يعمل تاثير نفسي على الطفل يعني. والله تمام، انا للاسف لقيت ابني مش فاهم حاجه خالص، تمام، وبدات افهمه القصه من بدايتها خالص، تمام. بدات اتكلم معاه عن قوم لوط، تمام، وهما بيعملوا ايه وربنا عمل فيهم ايه، تمام، وبدات ان انا اتكلم معاه في حاجه زي كده اهوت، لان انا يعني ده داخل مع تلميذ يعني هو بينتحل يعني داخل مش طالبات مش اطفال مش طالبات بس، ده داخل كمان مع طلبه الطلبه. طيب بتوجه لك بالشكر، بتوجه جميعا لكم بالشكر. دكتوره دعاء، عايزه تقولي كلمه اخيره، اللي يلاقي بنته او ابنه في وضع زي ده يعمل ايه؟ هو قبل ما يوصلوا لوضع زي ده احنا يعني محتاجين اعداد اكتر للنشء وتوعيه اكتر بالجريمه المعلوماتيه، دي حاجه مهمه جدا. يعني حبيبه كانت فرصتها كويسه ان هي كانت مرت بالتجربه ديت وكانت مستعده ليها، فياريت كل يبقى في توعيه كامله. ويا ريت نسمع النصائح اللي قالها اللواء محمد عبد الواحد مدير اداره جرائم الانترنت عشان تشوفوا ازاي عائلات تتحطم، تنكسر، سمعه بنات بتضيع، نشأ يمكن ان ينحرفوا ويبتدي العبث في عقولهم بهذه الافكار المنحطه في سن مبكرة، وبالتالي انه مطلوب الاستماع الى هذه النصائح. القضيتان مهمتان لكن يمكن الاستفادة منهما. اي اسرة يمكن ان تكون ضحية لهذه الذئاب البشرية، لكن علينا ان نقوم بالابلاغ، وقبل الابلاغ علينا ان نحمي بناتنا واولادنا وعائلتنا من السقوط في هذه الفخاخ التي تؤدي الى تحطيم العائلات. بعد الفاصل هنشوف إبعاد قطر لمجموعة من قيادات الإخوان، كل التفاصيل، كل الملابسات، كل الأسباب.